السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في شرح كتاب التسهيل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للإمام محمد بن علي البعلي. وهذا الكتاب اسم على مسمى، فهو سهل في معانيه وكذلك حسن في مبانيه. اعتنى المصنف به رحمه عناية واضحة، نسأله سبحانه وتعالى يسهل علينا وعليكم فهمه وبيانه، وأن يسهل لنا ولكم طريقا إلى العلم بمنه وكرمه. فنبدأ بالقراءة شيئا من مسائله. وهذا الدرس الأول، وهذا الدرس سوف يكون شهر كل شهر بإذن الله، وإلا في شهر رمضان، وسوف يكون الشرح على سبيل الاختصار وما تيسر من بيان الأدلة وذكر الراجح إن ظهر. أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم أبواب العلم والحكمة والرحمة بمني وكرمه، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم والعلامة البارع الناقد المحقق أبو عبد الله بدر الدين محمد بن الشيخ ابن الشيخ الصالح علاء الدين علي بن شمس الدين محمد بن أسباسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الشيخ الإمام العلامة، بدأ المصنف رحمه الله أو هذه المقدمة في الحقيقة من أحد طلابه، لأن مثل هذه الأوصاف لا يصف بها مثل هذا العالم نفسه، وكذلك كل من عرف نفسه فإنه لا يمدح نفسه بهذا، لكن يعطى حقه ممن يصف بذلك من أصحابه وطلابه، لأن هذا من العلماء الأجلاء رحمه الله. فهذه الرسالة أو هذا المصنف المختصر ابتدأ صاحبه على طريقتها العلم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يشرع الابتداء بها عند أهل العلم في الكتب المصنفة، لأنها بمثابة الرسائل العامة لعموم المسلمين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ رسائله الخاصة أيضا حين يكتب للملوك والرؤساء عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك أيضا لما كتب الكتاب الذي بينه وبين كفار قريش في صلح الحديبية كتب عليه الصلاة والسلام أو أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأخذ أهل العلم من هذا أنه يشرع كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل الخاصة والرسائل العامة مثل الكتب المصنفة، ولأن نفعها أعم ونفعها أفضل. والبسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم لها أحكام كثيرة، لكن التعرض لها في هذا الموضع وقع خلاف فيما يبتدأ به فيما يتعلق بالبسملة، وكذلك الحمد لله أو إفراد أحدهما عن الآخر. والأظهر والله أعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم وحدها تخص بالرسائل الخاصة التي يكتبها الإنسان إلى شخص خاص أو إلى قوم خاصين، يكتفي بالبسملة. ويجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله في الرسائل العامة اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الصحابة رضي الله عنهم ابتدأوا القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم،
فإن البسملة على الصحيح ليست آية من كل سورة، إنما هي جزء آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالفاتحة تبدأ من الحمد لله رب العالمين، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين الحديث. فالمعنى أنه قال الحمد لله رب العالمين فابتدأها وقال قسمت الصلاة، أي القراءة. أما ما جاء من ذكر البسملة فيها في حديث أم سلمة وأنها إحدى آياتها فهو حديث ضعيف لا يصح، إنما هي تقرأ مع الفاتحة سرا من باب الافتتاح، كما تفتتح جميع السور سوى سورة التوبة. أما الخطب فالصحيح أنها تبتدأ بالحمد لله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، كما ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبسملة فيها خير عظيم، والباء هنا للاستعانة، وهي حرف جر وسقطت منها الألف لكثرة استعمالها، أصلها بإسم الله لكن لكثرة استعمالها سقطت الألف تخفيفا فقيل بسم الله. واسم هذا اسم مجرور، ولفظ الجلالة مضاف إليه. الرحمن الرحيم إما بدل أو صفة، لكن الأرجح أنه صفة لأنه مشتق الرحمن الرحيم. والبسملة أو قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الجار لا بد له من متعلق، اختلفوا في متعلقه، هل يتعلق باسم أو فعل، هل يقدر متقدما أو متأخرا. الأظهر والذي عليه كثير من أهل التحقيق من أهل الفقه واللغة أنهم يقولون إنه يتعلق بفعل مؤخر خاص مناسب للمقام، فإذا قلت بسم الله عند الأكل فهو يتعلق بفعل متأخر خاص مناسب، وهو بسم الله آكل، عند الشرب بسم الله أي أشرب، أو عند الركوب أركب، نحو ذلك بحسب المقام. وكذلك أيضا عند القراءة بسم الله أي بسم الله أقرأ، وعند التصنيف بسم الله، بسم الله يصنف أو ألف، هذا هو الأنسب، ويكون متأخرا ويكون فعلا لأن العمل للأفعال، ولأن تأخيره تأخير ما حقه التقديم وتقديم ما حقه التأخير يؤذن بالاختصاص، يعني لا أسمي إلا بسم الله سبحانه وتعالى، لا أسمي، مثل قول إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المفعول إياك، إياك ما قال نعبدك، لكن فصل الضمير المفعول وابتدأ به، قال إياك أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد غيره سبحانه وتعالى. والجار والمجرور على هذا يكون في محل نصب للفعل المتأخر، للفعل المتأخر، وهو بسم الله أصنف أو بسم الله أؤلف. ثم أيضا تقديم البسملة فيها فائدة أخرى، وهي التبرك باسمه سبحانه وتعالى، التبرك بسم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن هذا وصف عام لله سبحانه وتعالى، والرحيم أي يرحم خلقه، واختلف فيهما، لكن الأظهر والله أعلم أن الرحمن للوصف والرحيم للفعل، الرحيم للفعل، وهذا هو قول العلام القيم رحمه الله، هذا قول العلام القيم رحمه الله. فالأول دال على صفته هو الرحمن، والرحيم دال على فعله وهو أنه يرحم. فقولك الرحمن الرحيم هذه دال على الرحمة الواسعة العظيمة، والرحيم دال على الرحيم على الرحمة الواصلة، فوصفه الرحمن وفعله الرحمة سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في سبع آيات في الاستواء:
الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ذكر نفسه بأوسع الصفات على أوسع المخلوقات وهو العرش، ذكر صفة الرحمن وهي أوسع صفاته من أوسع صفات سبحانه وتعالى على ذكر استوائه على أوسع المخلوقات، على أوسع المخلوقات، فرحمته شاملة وعامة، فهي عامة وواسعة، ثم هو يفعل بالرحيم بالرحمة، صفة الرحمة تصل الرحمة إلى المخلوقين، لكن هذه الرحمة تختلف، فالرحمة لأهل الإيمان والإسلام غير الرحمة لغيرهم، وهي للاستعانة، وإذا قال وبه نستعين، ثم ذكر صفات له رحمه الله وأنه محمد، وهذا هو الصواب في أنه محمد بن علي ابن محمد البعلي رحمه الله، وهو غير علي بن محمد آخر اسمه البعلي، هذا محمد بن علي وهذا علي بن محمد، ومحمد بن علي هذا متقدم، وعلي بن محمد هو صاحب الاختيارات وصاحب القواعد والفوائد الأصولية، علي بن محمد البعلي، أما هذا فهو صاحب كتاب التسهيل وله مصنفات اختصار بعض كتب شيخ الإسلام رحمه الله مثل اختصار إبطال التحليل، وتوفي سنة 78 و700، وكانت ولادته رحمه الله سنة 14 و700، فعلى هذا كم يكون له عند وفاته، كم يكون عمره عند وفاته، ولد سنة 714 توفي سنة 778، كم يكون له من العمر عند وفاته، من 714 إلى 778 كم، 54 تصير 68 كم، 64 له 64 سنة رحمه، نعم 64 سنة رحمه الله. والبعلي نسبة إلى بعلبك، وقد لقي كثيرا من علماء الشام واختلف في لقي بعضهم، وهذا الوقت والذي قبله بزمن يسير اجتمع فيه جلة من العلماء الكبار خاصة من علماء المقادسة، وكثيرا ما يوصى بدراسة سير هؤلاء العلماء الكبار المقادسة رحمة الله عليهم، ومن عاش في تلك البلاد في بلاد الشام، وخصوصا من العلماء الذين كانوا يقررون العلم ويدرسونه ويدرسون الحديث، مع أنهم منتسبون إلى مذهب أحمد، إلا أن عنايتهم بالحديث وعنايتهم بالدليل كانت أكبر همهم، كانت عنايتهم بالحديث والدليل أكبر همهم رحمة الله عليهم، لم يكونوا متعصبين، وفي سيرهم من العبر والآداب والأخلاق الشيء العظيم رحمة الله عليهم يتأدب بها طالب العلم. ولا شك أن أعظم السير التي تقرأ أعظمها وأجل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سيرة العلماء كلها اقتداء بسيرته عليه السلام وأخذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا ممن سلك سبيلهم من أهل العلم والفضل. قال رحمه الله ثم دعا له، قال يرحمه الله ورضي عنه وأرضاه، دلالة على أنه لا بأس من الترضي على العلماء والترضي عموما وخصوصا، ولهذا رضي الله عنه وارضاه، وهذه الجملة خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، يعني اللهم ارضى عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأخبر أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى، أنه رضي عنهم، فالرضا هو من أعلى ما يطلبه المؤمن، ولهذا يقول الله عز وجل لما يقول أهل الجنة هل تشتهون شيئا أو تريدون شيئا،
فيقولون يعني ألست أن جئت من النار وأدخلتنا الجنة وكذا وكذا؟ قال إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر، هذا النعيم العظيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام وخصَّ نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائدهم إليه سيدنا محمد، سيدنا محمد المصطفى خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والأيام. نعم، يقول رحمه الله: الحمد لله المهيمن السلام. وهذا مثل ما تقدم أن سنة والأكمل الجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين في الكتب المصنفة، كما تقدم اقتداء بالكتاب العزيز. ولهذا قال: الحمد لله، الحمد لله كافتتاح الفاتحة، والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، يجمع بين الحب والتعظيم والإجلال، بخلاف المدح فإنه لا يلزم منه الحب، أما الحمد فإنه يلزم منه الإخبار عن محاسن المحمود، أو هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. وابتداء بالحمد لله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب التوفيق، لأن الثناء عليه سبحانه وتعالى بين يدي الأمور يسهل وييسر الأمور كلها، في أبواب العبادات والمعاملات، وكذلك من أعظم هذه الأبواب أبواب العلم، إذ العلم يحتاج فيه طالبه، بل هو في ضرورة إلى أن يلجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن يبتهل لكي يفتح له من غلق من أبواب الفهم والعلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة صحيح مسلم يستفتح في الليل، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الشاهد، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. لما قدم بين يدي مسألته هذا الثناء عليه سبحانه وتعالى، سأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للصواب والسداد في أبواب العلم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان أهل العلم يجتهدون في البحث في العلم، ويجأرون إلى الله ويلجأون إليه بأشد الضرور حاجة، كالشخص الذي وقع في مصيبة عظيمة، كأنه وقع في مصيبة عظيمة يريد أن يتخلص منها فيلجأ إليه سبحانه لجأ عظيم. هذا في ماذا؟ في أبواب العلم ومسائل العلم. ونقل عن العلماء في هذا الشيء الكثير، وأن الواحد من يستغفر الله مئات المرات حين تعرض له مسائل العلم كأنه يستغفر من ذنوبه، لكن حتى ينجلي القلب، لأن كثرة الاستغفار تجلو القلب وتصفيه من كدر الذنوب والمعاصي. والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله باستغفاره سبحانه وتعالى واللجأ إليه والإنابة إليه من أعظم أسباب التوفيق والسداد. وهذا الباب من أعظم الأبواب، وهو باب طلب العلم والبحث عن العلم، ومن ذلك الحمد والثناء له سبحانه وتعالى في باب التصنيف والبحث وطرح المسائل. نسأله سبحانه وتعالى يفتح لنا ولكم أبواب العلم، وأن
ييسر لنا الفهم بمنه وكرمه. قال: المهيمن السلام سبحانه وتعالى. المهيمن من أسمائه سبحانه وتعالى، والمهيمن أخذ من هيمنة، وهي الإحاطة بالشيء، وأنه رقيب على كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يفوته شيء سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم المسألة، فتسأله باسم المهيمن الذي أحاط بكل شيء أن يجعلك تحيط بالشيء الذي تبحث فيه. إحاطتك بالشيء من أعظم أسباب جلائها لك ووضوحها لك. وذلك أن طالب العلم حين يبحث في المسائل فيقصر بحثه فلا يحيط بالمسألة فإنه لا يحققها. قال ابن كثير رحمه الله: عدم معرفة طالب العلم بالخلاف قصور منه، إذ الحق قد يكون في القول الذي لا يعرفه، في القول الذي لا يعرفه. ومما يحضرني في هذا أن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال مرة بحضور الزهري حديثا، ذكر حديثا، فقال الزهري: لا أعرفه، لا أعرفه. فقال إسماعيل محمد رحمه الله: هل أحط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. ومن يحيط بسنة عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل أحط بنصفها؟ قال: أرجو، أرجو، يعني والنصف الثاني لم تحط به. قال: أرجو أني أحط بنصفها. قال إسماعيل محمد: اجعل هذا، أي الحديث، في النصف الذي لم تحط به. وهذا يبين أنه حينما يحكم مثلا في مسألة أو على حديث أن يحيط بأطرافها. والأطراف نوعان: نوع يتعلق بالأدلة النقلية، ونوع يتعلق بأدلة المعاني والقياس، ويسمى بالأدلة العقلية، بقدر ما يستطيع. ثم بعد ذلك يحكم ما دام أنه اطمأن إلى شيء ويتكلم بما ظهر له، وإن لم يطمئن عليه يتوقف ويصبر ويسأل أهل العلم. هكذا كانوا يسألون، يسأل بعضهم بعضا ويسلم بعضهم لبعض، لم يكونوا يتكبرون عن الحق رضي الله عنه. وهذا في سيرهم كثير رحمة الله عليهم. فالشاهد أنه يسأله سبحانه باسمه المهيمن أن ييسر له مسائل العلم، وهذا كما تقدم بأن يجتهد طالب العلم في الإحاطة بالمسألة. هذه إحاطة خاصة، الله محيط بكل شيء، لكن المكلف له إحاطة خاصة في كل شيء من شؤونه، فإذا أحاط بهذا الشيء تكلم بقدر علمه. السلام سبحانه وتعالى، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان. والسلام صفة ذات وصفة فعل أيضا. فسر العلماء، منهم من فسره بأمر يتعلق بذاته، منهم فسره بأمر يتعلق بفعله، والأمران صحيحان. فهو السلام بمعنى أنه سالم سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تأخذوا سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فهذا وصف يتعلق إلى ويعود إلى سبحانه وتعالى. والسلام بفعله أو من فعله بأنه المسلم لعباده سبحانه وتعالى، المسلم لعباده، والوصفان مجتمعان. فلا سلامة للعبد ولا نجاة ولا حياة إلا بتسليم الله له سبحانه وتعالى. أيضا يمكن أن يقال، والله أعلم، يمكن، وهذا موضع نظهر، يعني قصده المصنف رحمه الله، قال المهيمن السلام، يعني ما من السلام هنا، السلام لا شك أن السلام من السلامة، ونعلم أن شريعتنا سالمة من كل نقص تامة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي سالمة من النقص.
فيحتمل والله أعلم أنه ذكر السلام هنا إشارة إلى أنه يرجو ويسأل ربه أن يكون تصنيفه سالما من النقص، وأن يكون اختياره سالما أيضا من التقصير، وذلك أن هذه الشريعة تامة وكاملة وسالمة ففروعها كذلك. فالموفق والمسدد من كان اختياره وتحريره وتقريره سالما من النقص موافقا للصواب كأصل الشريعة. وهذا لا يعني أنه لا يسلم العيب، لا، لكن يسأل ربه ويجتهد أن تكون أقواله سالمة. المهيمن السلام سبحانه وتعالى الذي شرع الحلال والحرام، شرع الحلال والحرام، وهذه إشارة مهمة أيضا من المصنف رحمه الله، أن الحلال والحرام ليس لأحد، التحليل والتحريم ليس لأحد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في حديث صحيح قال يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم فيطيعونهم في حديث عدي بن حاتم في قصته المعروفة، قال النبي أليس كذا؟ قال نعم، يعني فهو ذاك المعنى. والله الذي شرع الحلال والحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعمان البشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الحديث. والله سبحانه وتعالى بين، هذا يبين أنه لا اشتباه في الحلال والحرام، ما في اشتباه أبدا في نفس التشريع، لا اشتباه. ولهذا قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن بعض الناس يعلمها، فليس اشتباها مطلقا، اشتباه خاص على بعض الناس، اشتباه خاص، فمن اشتبه عليه يقف ويسأل غيره ممن ظهر له هذا الأمر الذي لم يشتبه. وقد يكون هذا الأمر الذي اشتبه على فلان ولم يشتبه على فلان يحصل بالعكس، فيكون غيره ممن تبين لهذا أمر يشتبه له يشتبه عليه أمر آخر فيسأل غيره، وأهل العلم يكمل بعضهم بعضا. ولذا تجد العالم المحقق ما يتبع عالم ويجعله مقلده أبدا، لا تكاد تجد إنسان يجعل واحد من أهل العلم يتبعه مطلقا، وإن قيل إن هذا العالم يتجرد للدين أبدا، لا يكاد يوجد عالم، ولا يمكن يوجد فيه، يعني أن يوجد عالم أن يكون مقلد أنه لا يخطئ، إلا أنهم ذكر أبكر رضي الله عنه قيل إنه لا يكاد يوجد له قول يخالف، ذكر شيخ الإسلام هذا رحمه الله، لكن قد يخفى عليه شيء من السنة، فالمعنى هو كغيره رضي الله عنه، لكن هو من حيث الأصل المحقق من أهل العلم يتبع الدليل، فيتبع فلان أو يأخذ بقوله لأنه انتصر الدليل، ثم في مسألة أخرى يخالفه في هذه المسألة لأنه يرى أن الدليل خلاف ما قال، وهكذا. الذي شرع الحلال والحرام، هذا يبين أن الله بين الحلال والحرام، لكن الأصل الحلال والحرام عارض، الأصل في الأشياء الحل، الحرام عارض. الأصل عندنا أصول كثيرة فيها الحل، ماذا نعرف منها؟ ماذا تستحضرون من أصول كثيرة الأصل فيها الحل؟ ايش تستحضرون؟ نعم، البيع الأصل فيه الحل، طيب أحسنت، في المعاملات الأطعمة أحسنت الأصل فيها الحل، الملابس الأصل فيها حل، المراكب الأصل فيها الحل، وهكذا
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال سبحانه هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه، فكل ما في الأرض فهو خلقه سبحانه وتعالى العباد وسهله ويسره، فتأكل من رزقه وتمشي في مناكب الأرض وتأكل من رزق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحرام في هذه الأشياء، ما قال هذا حلال لا، بيّن الأشياء، بيّن الأشياء المحرمة، فالمعنى ما سواها فإنه حلال، فإنه حلال. الذي شرع الحلال والحرام. ثم نعلم أن الحرام ليس من باب التشديد والتضييق، لا، الحرام في الشريعة سعة للأمة ويسر، لا يظن أن الحرام تضييق أو تشديد، لا، تحريم الحرام هذا من أعظم السعة، لأن الحرام، لأن هذه الأشياء المحرمة من أعظم أسباب الشر والفساد للحلال. فلو كانت هذه الأشياء المحرمة يجوز ملابستها وتناولها إما أكلا أو مباشرتها في اللبس والركوب نحو ذلك لصارت نكدا، لكن الله سبحانه وتعالى حمل الحلال بما يفسده فجعله حما بينه وبين بين الحلال حتى يهنأ بالحلال. ولذا تجد الذي يأكل مثلا، مثال، الذي يأكل الربا لا يهنأ بطعامه ولا شرابه، ولا تكون البركة في طعامه ولا شرابه أبدا، يتنكد. لماذا؟ لأنه انتهك الحرام. فلهذا الحلال والطيبات هي صيانة تصان بتحريم الحرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم، في الآية الأخرى يا أيها الناس. فالله عز وجل أخبر عموم الناس وعموم المؤمنين والرسل أن أحل لهم الطيبات من الرزق سبحانه وتعالى، وخص نوع الإنسان بمزيد من الطول والإنعام، لأن الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فخصه سبحانه بمزيد من الإنعام، وجعل ما خلق سبحانه وتعالى في هذا الكون وسخره لهذا الإنسان لأجل أن يعبده ويحقق ما أوجب الله عليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخص نوع الإنسان بمزيد من الطول، الطول إنعام مع القدرة، ولهذا ذكر الإنعام بعده، وأن هذا الإنعام واصل بطول الله سبحانه وتعالى وقدرته ذي الطول لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهدى أهل السعادة، لما ذكر نوع الإنسان بيّن خصوص هذا النوع، وليس كل إنسان يهنأ ويسعد، لا، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام. فالله عز وجل خص نوع الإنسان وجعل نوعا من الكرامة، لكن من اهتدى وأسلم واستسلم وعبد الله مخلصا له الدين وأقبل عليه سبحانه وتعالى فهذه هي السعادة. هذه السعادة في الدنيا موصولة بسعادة البرزخ وسعادة الآخرة، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له ظاهرا وباطنا، لأنه لا بد من الإسلام أن يكون معه أصل الإيمان، وإلا لم يكن إسلام على الحقيقة، فيكون إسلام بمعنى أنه انقاد، وأن تكون ثمرة الإيمان وأصل الإيمان في قلبه. ووفق من لطف به، وهذا تخصيص بعد تخصيص، تخصيص ثالث، ووفق من لطف به
يعني منهم من أهل الإسلام، ذاك عموم لأهل السعادة ممن أسلم، لكن من لطف الله به فإنه سبحانه وتعالى يمن عليه فضله فيطلب العلم ويسأل عن العلم ويبحث عن العلم. هذا نعمة خاصة، تلك نعم عامة. النعم نعمتان، وقولها الإنعام هذه يدخل فيها جميع النعم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الدين وأرسل الرسل وأنزل الكتب ومهد لعباده أرضه وأنبت فيها ما أنبت وجعل فيها حاجاتهم، يعني أنها ميسرة مسهلة. ثم هو سبحانه وتعالى أنزل عليهم الكتاب والحكمة التي لا يمكن أن تصلح النعمة الدنيوية إلا بالنعمة الدينية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يمكن أن تصلح الحال إلا بهذا الدين. ولهذا أسلم من أسلم، هذه سعادة لأهل الإسلام. ثم سعادة خاصة، ولهذا قال واختاره لتعلم الأحكام. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، رفع بعد رفع، لا شك أنهم مرفوعون، لكن أهل العلم لهم رفعة خاصة. يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، لا شك أن هذه رفعة لأهل العلم. وهو كما أشار المصنف رحمه الله قول اختارهم تعالى، وهذا يبين أن المصنف رحمه الله يعني موفق ومسدد في عباراته وفي ترتيب كلامه، حيث ذكر في هذه الخطبة شيئا مناسبا للمقام، وهو طلب العلم، بمعنى أن تجتهد في تحقيق العلم والبحث عنه. ولهذا قال واختاره لتعلم الأحكام، الأحكام أحكام الحلال والحرام. هؤلاء هم السرج، سرج الدنيا في الظلم، وهم النور وهم الضياء. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء كثيرا، النجوم أمنة للسماء كما في صحيح مسلم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهم رؤوس العلماء وأئمة العلم رضي الله عنهم، نشروا العلم وكان أثرهم على من تلقى عنهم العلم أثرا عظيما في حفظ العلم والتأدب به ممن أخذ عنهم من التابعين، وهكذا من بعدهم في سلسلة العلم. فالعلم كريم ما دام يتلقى من الأفواه، يأخذه الآخر عن الأول كما يقول أوزاعي، لا يزال العلم كريما ما دام يأخذه الآخر عن الأول. فلهذا قال واختارهم لتعلم الأحكام، هذا هو العلم الحقيقي الذي فيه النفع العظيم، النفع المتعدي. لو أن إنسان يقوم الليل ويصوم النهار وآخر يعلم ما فتح الله عليه العلم لكان هذا أفضل بدرجات ولا يقاس به. وهذا قول أهل العلم في فضل العلم، والأدلة في هذا كثيرة، وليس البحث في فضل العلم وأدلة فضل العلم، لكن إشارة إلى ما تضمنه كلام المصنف رحمه الله في ذكره التخصيص بعد التخصيص، فهو تحفيز منه وحث بهذه العبارات اللطيفة المختصرة الوجيزة منه رحمه الله لطالب العلم. ثم هؤلاء من هو إمامهم؟ من هو مقلدهم؟ من هو الذي يمشون خلفه؟
إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا وجعل قائدهم إليه سبحانه. إن ربي على صراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم من سار عليه مقتديا مقتفيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه الكتاب ويفسره عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم فسروه للتابعين، وهكذا. ولهذا قال وجعل قائدهم إلي سيدنا محمدا المصطفى خير الأنام، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. هو محمد عليه الصلاة والسلام محمود على صفاته، وهو أحمد وله أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاجر وأنا العاقب، وله أسماء، هذا في حديث أبي موسى، وجاء أيضا في صحيح مسلم أيضا في هذا، وجاءت له أسماء عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر المصطفى، المصطفى هل هو اسم أو صفة؟ الأظهر أنه صفة، وجاء في حديث رواه أحمد، وظاهر أن السند جيد في حديث طويل، وأن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال ذهبت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود في يوم عيد لهم، ودخلنا ودخل عليهم في محلهم أو في كنيستهم، وفيه أنه قال لهم يعني لو أسلم بي 12 منكم لا يعني ذهب، يعني في عبارات موضع نظر هذا الحديث، لكن هذا الحديث ظهر سند الصحة، ويمكن يكون أصل الصحيح لكن في عبارات بعض اختلاف. وفي آخره أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد وأنا المصطفى، أبيتم أو اعترفتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أنا محمد وأنا المصطفى، محمد وأنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال خير الأنام، والأنام كل ما على الأرض، وقيل إن الأنام هم الجن والإنس، عليه أفضل الصلاة والسلام. الصلاة عليه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية صحيح البخاري، هذا أشهر ما قيل، والاختيار ابن القيم وجماعة من العلم، والسلام. ولهذا يشرع الصلاة عليه والسلام عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، في مواضع يجب، في مواضع يتأكد، مواضع اختلف فيها. ولهذا قيل له لما قيله قد علمنا السلام عليك فكيف أمرنا الله نصلي عليك فكيف نصلي عليك، قال أقول اللهم صلي على محمد، هذا حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري، ذكره في أحاديث الأنبياء ولم يذكره رحمه الله في كتاب الصلاة، ذكره في أحاديث الأنبياء، ولهذا نفاه بعضهم ولم يعرف أن البخاري رواه، عزاه إلى البيهقي، لأنه ذكره في غير مضانة، البخاري رحمه ذكره في أحاديث الأنبياء لكنه في صحيح البخاري. وفيه أنه قال كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية؟ قال بلى. قال ثم ذكر له الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أتم حديث في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، من أتم الأحاديث في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وعلى آله، الآل قيل إنه يعني مشتق من أولى بمعنى آل وما يؤول إليه، وقيل إنه مشتق من أأل بهمزتين فخففت وحذفت إحداهما أو أبدلت هاء، فقيل أهل، ثم جعلت بعد ذلك همزة مدوة فقيل آل آل. وقال بعضهم إنه مشتق من الأول
وهذا لما ذكر القيم القول الأول أشار إلى ضعفه، وذكر القول الثاني سكت عليه، وإشارة إلى أنه مأخوذ من الأول، وأنه الآل من يؤول إليهم الإنسان أو يؤولون إليه، وهذا من جهة المعنى أقرب. قل آل فلان أنه يؤول إليهم ويؤولون إليه، يؤولون إليه، وهذا أقرب من جهة تكلف الاشتقاق. وإذا أمكن أن يقال بغير تكلف الاشتقاق لكان أولى وأحسن، من جهة أن المعنى صحيح، وأنه من آل الشيء، من آل إلى الشيء أو يؤول إليه، وأنه يؤول إلى قومه وإلى أهله، فيقول آل فلان أي أنه يؤول إليهم ويرجع إليهم، وهذا أقرب. قال وعلى آله، والآل اختلف فيهم على أقوال، وأقربها أنه من منع الصدقة، هذا الأقرب أن الآل من، لكن اختلف في من منع الصدقة على أربعة أقوال. والأقرب أنهم بنو هاشم وأزواجه وذريته، وهذا اللي دلت عليه الأدلة، أنهم بنو هاشم وأزواجه وذريته، وقال لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، فعلى هذا يكون الآل هم من حرم الصدقة، ومن حرم الصدقة هم آله وهم بنو هاشم وأزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام، وآله وأصحابه الغر الكرام. الأصحاب جمع صاحب، والصاحب عند جمهور العلماء هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وزاد الحافظ ولو تخللت ردة، ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا التعريف الحافظ النخبة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني إذا رجع الإسلام، هذا هو الصاحب. وقوله من لقي هذا أحسن من قوله من رأى، أو من قوله من اجتمع، لأن لا يلزم منه الاجتماع بل مجرد اللقية، أو ولو رأى من بعيد، ولو لقيه لحظة، وإن كان من جهة اللغة لا يدخل معنى الصحبة، لأن الصحبة من مصاحبة تكون من المخالطة والمجالسة، لكن لشرف الصحبة فكان المعنى الشرعي فيها أوسع من المعنى اللغوي، أوسع من المعنى اللغوي، وإن كانت في اللغة لا تدل إلا على معنى خاص بالصحبة والمجالسة، لكن لشرف الصحبة وفضلها فإنها تدرك أيضا من لقيه ولو كانت لقياه له لحظة، بل ولو كان الذي لقيه صبي يميز، ومن لقيه وهو دون التمييز فهذا يعبرون عنه، يعطون له وصف الصحبة من وجه دون وجه، يقولون له رؤية، يقولون له، ما يقول له صحبة، يقولون له رؤية، لأن النبي رآه عليه الصلاة والسلام، هو لا يعقل ولا يميز فلا تثبت له الرؤية مثلا، لكن يقول له رؤية أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه، وهذا ثبت لجمع من الصحابة، لجمع من الصبيان الصغار ممن كان دون التمييز، وبعض اختلف فيه، مثل عبد الله بن أبي طلحة، مثل محمد بن أبي بكر وغيرهم أيضا، مثل إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، وبعض مختلف فيه، وهنالك من كان له رؤية مع التمييز دون البلوغ، عبد الله بن الزبير والحسن والحسين، وكذلك ابن عباس ناهز الاحتلام رضي الله عنه ولم يبلغ، هذا صحابة بلا خلاف، صحابة، محمود بن الربيع أيضا يقول عقل من النبي مجه وهو ابن خمس سنين، محمود ابن الربيع رضي الله عنه، جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
وأصحابه الغر. أصل الغرة هي البياض في جبين الفرس، لكن نعم نعم ورقة بن نوفل الله أعلم، الله أعلم. ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة، وظاهر ما نقل أنه أسلم، ظاهر ما نقل، لكن لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد يعني أول ما نزع الحكرة، قبل أن يعني يؤمر عليه الصلاة والسلام بالرسالة، لكن بعدما نزلت اقرأ. هو قصة خديجة معروفة معه، وجاء في حديث، في حديث رواه أحمد غيره، رأيت الشيخ عليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان على غير ذلك، على غير ذلك. وهو قال لئن عشت لأنصرنك نصرا مؤزرا، وقال ما جاء أحد مثل بمثل ما جئت به إلا عودي. قال ومخرجي هم؟ قال نعم، ولم يأتها مثل معي. ولئن يا ليتني فيها كنت جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجهم؟ قال لم يأتها مثل معي إلا عودي، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال بعض من هذا ليس صريح في الإسلام، منهم من قال إن ظاهره أنه يعني أجاب، أجاب، وخاصة مع الحديث اللي ورد في هذا الباب قوله ولو كان من أهل النار لكان على غير ذلك، كما روي الحديث بمعنى هذا اللفظ. وأصحابه الغر، والمراد والله أعلم أنهم يعني الغر من جهة الغرة، وأنهم يعني لهم الشرف والفضل، ولهذا قال الكرام، الغر الكرام، وهم من كانت لهم السيادة والشرف والعز والفضل، وهم كذلك رضي الله عنه ما جاء فيهم من الفضائل في الكتاب والسنة رضي الله عنه، صلاة دائمة مدى الدهر والأيام، دلالة على أنه لا بأس من الدعاء مثل هذا. هذا ورد في جنس يدعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، في أنه يدعو بكذا وملء كذا وملء كذا، في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله أما بعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، تسهيلاً على الطلاب وتذكرةً لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه. نسأل الله النفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان كريم. نعم رحمه الله. قال رحمه الله أما بعد، وهذا مما يشرع أن يقال كلمة أما بعد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في خطبه كثيرا، وبوب عليها البخاري رحمه الله. أما بعد، وأما حرف تفصيل لا محل لها من الإعراب، وهي تدل على شرط مقدر محذوف، يعني مهما يكن من شيء أما بعد، وجواب الشرط فهذا فوما بعدها. أما بعد، وبعد ظرف مبني على الضم لأنه قطع عن إضافة لفظا لا معنى في محل نصب، لقول الله الأمر من قبل ومن بعد. وبعد تبنى في حال واحدة وتعرب في ثلاثة أحوال، وهذا هو الموضع الذي تبنى فيه، وهو إذا قطعت عن إضافة لفظا لا معنى، يعني أنه يقدر المضاف معنى، أي بعد ذلك أو بعد ما تقدم ونحو ذلك، يعني لا يقدر لفظ معين، إذا قدر لفظ معين يكون معرب، يكون معربا، أو قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، فساغ لي الشراب وكنت قبلا،
أكاد أغص بالماء الحميم، بالماء الحميم، والحميم هنا المراد به البارد لأنه من الأضداد، لما دعوا بعض يروي الفرات لكن القصيدة تدل على أنه الحميم، فنونها، والتنوين يبين أنه ليس هناك مضاف، لا تتم الإضافة مع التنوين. قال: أما بعد هذا مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر. وهل هو في معنى الوجيز؟ بعض فرق بينهما وبعضهم يقول هما واحد، والمقصود هو اختصار الألفاظ مع كثرة المعاني، وهذا هو المطلوب، وأن يكون الكلام محكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم: إن قصر صلاة الرجل، إن طول صلاة الرجل، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة ودلالة، مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، طول صلاة الرجل وقصر خطبته، المعنى أن تكون الخطبة قصيرة، وليس المعنى القصر المطلق، لا، قصر الخاص، تكون خطبة قصيرة يعني قصيرة الألفاظ طويلة المعاني. ولهذا يقول الحكم بن حزم الكولفي: فاتكأ على عصا أو عود ثم خطبنا بكلمات معدودات، بكلمات خفيفات معدودات، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمرو بن العاص ذكر هذا المعنى، وأحاديث كثيرة جاءت في صفة خطبة صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يتكلم بكلام لو شاء العاد أن يعده لأحصاه، يحصيه، يعده كلامه معدود، يدل على أن كلامه فصل بين ممتلئ المعاني منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان كلام السلف الذين رضعوا النبوة، يعني أحاديثها، وألفوها وأنسوا بها، وصاروا لشدة عناية بالحديث إذا طرق الحديث قلوبهم مجرد ما يسمعونه يعرفونه، هل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس من كلامه، يعرفون الكلام المحكم، الكلام الممتلئ حكمة، والكلام الدخيل، يعرفونه، يعرفون الدخيل من الصحيح، الدخيل على السنة من الصحيح. مثل الصيرفي الناقد الذي يعرف البهرج من الصحيح، أنت لو سألته عن هذا الذهب هل هو صحيح صريح أو هو زيف وليس بصحيح، إذا قال لك هذا صحيح تسلم له، ما تقول كيف عرفته، تسلم له مباشرة، لأن له أنس ودربة بهذا الشيء، وهذا علم كسبه أهل العلم بالحديث رضي الله عنهم. فالمقصود عودا على بدأ، لأن الكلام حول هذا المعنى يطول، مسألة يتعلق بأهل العلم ومعرفة الحديث، لكن إشارة إلى ما يتعلق بالاختصار الكلام، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. وكلما تأخر الزمن كان الكلام أكثر وكان المعنى أقل، السلف كان كلامهم قليل لكن كان ممتلئ حكم ومعاني رضي الله عنهم. فهذا مختصر في الفقه، مختصر في الفقه. قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. قال العلماء: جوامع الكلم هي الكلمات القليلة المشتملة على المعاني العظيمة، على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام، على مذهب الإمام وجل، الإمام هو المقتدى به الأمة، والمذهب هو موضع الذهاب أو مكان الذهاب، فهذا هو المذهب. والمذهب في الاصطلاح هو قول الإمام
قولا أن يقول قولا ثم يموت وهو قائلا به، أو أن يعتقد الإمام قولا ويموت وهو قائل به، لأنه حين يتغير ويتركه فلا يكون مذهبا له، بل مذهبه هو القول الذي استقر عليه بعد ذلك، أو مذهب ما قاله الإمام ومات قائلا به، أو نحو هذا الكلام. مذهب الإمام المبجل المعظم الحبر، والحبر والحبر مأخوذ من الحبر والكتابة، لأن أهل العلم كانوا يكتبونه ويستعملون الحبر والمحبرة، الحبر المفضل. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الحبر على ثوب طالب العلم أفضل من الطيب على ثوب العروس، أو نحو ذلك رحمه الله، معنى أنه أثر يتعلق بالعلم وطلب العلم. الحبر المفضل، لا شك أن الإمام أحمد رحمه الله له من الفضائل العظيمة الشيء الكثير، وهو أبو عبد الله، قال أبي عبد الله، وهو عبد الله بن أحمد ابنه الذي روى عنه كثيرا من علمه، وروى عنه المسند العظيم أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه. والإمام أحمد رحمه فضائله كثيرة عظيمة، وعلمه كثير، واطلاعه على الخلاف كثير رحمه الله، معرفته بأقوال الصحابة، وكان يجزئ التحري القول الصحيح. ولهذا كثير من أقواله التي قال بها مخالفة لما قاله المتأخرون من أصحابه، ولهذا قوله كثيرا ما يكون خلاف المذهب الذي يذكرونه. لكن الاصطلاح عند المتأخرين في جميع المذاهب هو ما قرروه مذهبهم، وينسبونه اصطلاحا إلى الإمام أحمد، إلى الشافعي، إلى أبي حنيفة مالك، وقد لا يكون قائلا به، لكن هذا المذهب اصطلحوا عليه. ولماذا مثلا ترى صاحب الإنصاف يقول: فإذا اختلف فلان وفلان فالمذهب ما قاله الشيخان، يعني الموفق والمجد، إذا اتفق على شيء وقرر المذهب فهو المذهب. وقد يكون هذا خلاف ما قال أحمد رحمه الله، ما قوله هو، قوله هو قد يختار أقوال ويموت قائلا بها ويكون المذهب متقرر خلاف قوله، وهذا واقع في كثير من الأقوال المنقولة عنه في المذهب، وخاصة في كتب المتأخرين رحمة الله عليه، وكان يتحرى الدليل والقول الصحيح. ولهذا ربما تروى عنه روايات كثيرة لسعة اطلاع على الخلاف عن الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه. ولأحمد رحمه الله كان يوصي بالعلم كثيرا، ويوصي بتصحيح النية في طلب العلم رحمه الله، ويقول في وصيته: اجعل لتكن لك نية في كل شيء، من كلماته رحمه الله العظيمة، لتكن لك نية في كل شيء، كل شيء يكون لك في نية، إذا خرجت من بيتك تكون لك نية أن تسلم على من لقيت، لك نية أن تصلح بين اثنين إذا لقيت، أن تدل من يريد أن تدله، يعني بحسب استطاعتك وطاقتك أن تعين ضعيفا، يكن لك نية. فإن لم يتيسر لك هذه الأمور وعرض لك ما يشغلك كتب الله لك بنيتك، وإن لم تعمل هذه الأشياء، لتكن لك نية في كل شيء. إذا خرجت من بيتك انوي الخير، نيتك خير من عملك. وهذا معنى الحديث رواه الطبراني، هو ضعيف لكن من معانيه لو ثبت هذا، الإنسان قد يؤجر على أمور هو لم يعملها لكن نوى، ونيته من خير من عمله. والإنسان إذا نوى شيئا ولم يتيسر له فإنه يكتب له نيته. أرأيت لو مثلا لو رأيت إنسان يعني محتاج بعيد عنك لا تستطيع الوصول إليه، وأنت تريد أن تساعده ما استطعت الوصول إليه، كتب الله لك بنيتك التي نويت. وهكذا في سائر الأعمال، وهذا بحث واسع تعلق بالنية وكتابة ما نواه العبد. اجعل لك نية في كل شيء. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ضرورة الناس إلى العلم أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب، يقول رحمه الله. يقول معناه يعني أن الطعام والشراب
تحتاجه في اليوم يعني مرتين أو ثلاث مرات، لكن العلم تحتاجه في كل وقت، ما تستغني عنه في أي وقت أبدا، وأمور العلم معك في كل أحوالك. ومن علم السنة كانت أمور العلم في مذهابه ومجيئه، في لبسه لثيابه، في خلعه لثيابه، في لقائه لإخوانه، في نومه، في يقظته، في أكله، في شربه، في كل شيء، في جميع هديه. فالعلم في كل شيء، أما الطعام والشراب هو في أوقات محدودة لتكون لك نية في كل شيء. قال رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة، وجعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، يعني اجتهد رحمه الله أن يكون هذا الكتاب على قول صحيح في مذهب أحمد رحمه الله مما اختاره الأصحاب. وهذا يبين ما تقدم أن المذهب هنا المذهب الاصطلاحي اتفقوا عليه، كما قرره صاحب الإنصاف في أول إنصاف وغيره ممن كتب في المذهب، يعني يذكرون المذهب الاصطلاحي، قد يختلفون، وقد يكون قول أحمد رحمه الله عند التحقيق على خلاف هذا تسهيلا على الطلاب. ولهذا قالوا إن الكتاب سمي التسهيل، وهو لم يسمي التسهيل، لكن أخذ من قوله تسهيلا على الطلاب، جعله سهلا ميسرا، قال تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب، يعني طالب العلم الذي يبتدئ طالب العلم تسهيلا له، من كان من أهل العلم تذكرة له، لأن العلم ينسى ويعرض له فيحتاج إلى مذاكرة، فلا يثبت إلا بالمذاكرة ولا يتجدد إلا بالمذاكرة. ولهذا كان بعضهم يقول أنا أحفظ 10,000 حديث وأذاكر 100,000 حديث، أحفظ 10,000 حديث وأذاكر 100,000 حديث. إيش معنى هذا؟ يقول أحفظ 10,000 حديث وأذاكر 100,000 حديث، نعم، لكن هو يقول لو مثلا جلس معك تحدثه وحدثك أن تحفظ وهو يحفظ أحاديث محدودة، لكن تتذاكرون في مسائل ربما في أحاديث لا تحفظونها أنتم حفظا، نعم لحفظ النص، لكن أحاديث تستحضرها إما بمعنى أو بعض ألفاظها، فتذاكر بأحاديث كثيرة أنت لا تحفظها نصا. ولا شك أن المذاكرة العلم من أعظم أسباب إحياءه. ربما أنت أحيانا تذاكر إنسان بمسألة ثم تورد حديث طرفه في بالك أن تحفظه، فتتذكر أنك حين قرأته وإن كنت لا تحفظه لكن ذاكرت به، فالمذاكرة سبب إلى التذكر. نعم، يعني حتى كان بعضهم يجتهد في المدارسة، يعني يحاول أن يدارس، يبحث من يدارسه، لأنه يريد أن يحيي العلم، يريد أن يتذاكر العلم، فيبحث. يذكر عن بعضهم إما الأعمش وغيره لا أذكر، لكن لعل الأعمش أنه إذا لم يجد من يذاكره رجع إلى بيته وجعل يقرر على شاته في البيت يقرر عليها كأنها يعني أمام طالب علم لأجل أن يذاكر العلم، وكذا وكذا، يعني من باب مذاكرة والحرص على طالبين رحمة الله عليهم. مع كثرة علمه بيان الإنسان لا بأس أن يمدح مصنفه من باب الحث، ليس من باب الغرور بالعلم أو يعني إظهار أن تصنيفه أفضل، لا، حتى يحث غيره على العلم، يقول إن هذا الكتاب علمه كثير لأن عباراته مختصرة، عباراته اجتهدت في جمعها ورصفها وقلة حجمه، هذا ما سبق قوله فهو مختصر، كأن جواب لقوله هذا مختصر، أي معانيه كثيرة وألفاظه ماذا؟ قليلة، مع كثرة علمه وقلة حجمه، هذا يفسر قول المختصر. نسأل الله النفع به، هذا ختام حسن، لأنه لا بركة في العلم إذا لم يكن نافعا. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ في أحاديث كثيرة أنه عليه قال أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. الشاهد قوله
أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم إذا لم يلا قيمة له بل وبال على صاحبه وضرر عليه، يكون كما قال بعض العلماء كالسراج يضيء لنفسه يضيء للناس ويحرق نفسه. نسأل الله النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذه من أعظم أسباب الخيرات والبركات هو خلوص العمل. العمل إذا كان خالص كان نفعه عظيما وأجره عظيم، لأن العبرة بالنية، فالنية إذا كانت خالصة يعظم العمل مهما كان العمل ولو كان قليلا، خالص من الخلوص وهو النقاء لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه سبحانه وتعالى منان. وهذا من أسمائه كما في حديث أنس أسألك بأنك أنت المنان كريم سبحانه وتعالى كثير العطاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، آمين. نعم، نبدأ بكتاب الطهارة. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، لا ملح ماء وتراب. لا ملح ماء. طيب بارك الله فيك. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة، أي هذا كتاب الطهارة، وهذا يقع في كل كتاب يبدأ به، قال كتاب كذا، فالمعنى هذا خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. أو يمكن أن يكون مبتدأ كتاب الطهارة يعني مضاف، كتاب الطهارة الذي تقرأه أو الذي أمامك أو نحو ذلك، لكن الأحسن أن يقدر خبر لمبتدأ هذا كتاب الطهارة. والطهارة والكتاب معنى مكتوب، مكتوب. الطهارة بمعنى السلامة والنقاء من النجاسات المعنوية والحسية، تطلق على الطهارة من الحدث ورفع الحدث. اللهم اجعلني التوابين واجعلني من المطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ويطلق الطهارة كما تقدم على الطهارة من الذنوب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالطهارة من الذنوب أيضا هذه طهارة، طهارة معنوية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة هنا النجاسة نجاسة الشرك، نجاسة معنوية، أعظم النجاسات هذه النجاسة، نجاسة الشرك. والطهارة كما تقدم تطلق على نجاسة، على الطهارة من الشرك، الطهارة من البدع، الطهارة من المعاصي، لأنها أدران وذنوب، فإذا تطهر عبد منها تساقطت منه كما في الحديث الصحيح، تسقط مع آخر مع قطرات الماء ومع آخر قطر الماء. قال: لا تصح الطهارة، لا تصح، أي هي فاعل تصح ضم يستدر يرجع إلى الطهارة، أي هي وهي الطهارة، إلا بماء مطلق. ما هو الماء هنا؟ نفي، نفي لصحة الطهارة، وذلك أنه لا بد لأن يكون الإنسان طاهرا أن يكون بماء مطلق. ما هو الماء المطلق؟ الماء المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، الماء المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه البحار، مياه الغدران، مياه العيون، الماء النازل من السماء، النابع من الأرض، ماء البرد، الثلج والبرد، كل هذه مياه، كل هذه مياه، وهذه تراها مضافة، ماء البئر، ماء النهر، ماء الغدير، ماء وما أشبه ذلك، وماء العيون، مياه مضافة، لكنها إضافة عارضة، ليست لازمة، ليست لازمة، ولهذا قيل هو الخالي من الإضافة اللازمة، العاري عن الإضافة اللازمة. أما إذا كان مضافا إضافة لازمة
هل يكون ما مطلق؟ نعم، إذا كان مضاف إضافة لازمة هل يكون ما مطلق أو لا يكون ما؟ مثل ماذا؟ ما؟ طيب ما طيب ماء الليمون، وكذلك ماء الورد مثلا، ماء الورد هذه إضافة لازمة ولا عارية؟ هل يمكن ينفك ماء الورد عن الورد؟ ها؟ لكن ماء النهر إذا أخذته في الإناء شو يصير، ماء نهر ولا ماء؟ خلاص لم يكن مضافا إضافة لازمة لأنك أخذته. ماء البحر ما دام في البحر هذا ماء بحر، يمكن تقول ماء بحر بالنسبة إلى أنه ماء مخرج البحر. ماء النهر يعني أن يجري في النهر. ماء السماء نازل من السماء، فهذه إضافة يعني بمعنى أنه سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، فهذا هو الماء المطلق. والمصنف عرفه هو الباقي على أصل خلقته، وهذا أحسن في الحقيقة، نقول هو الماء الباقي على أصل خلقته أحسن من قول عارع الإضافة اللفظية. كل ماء باق على أصل خلقته فهو ماء مطلق. طيب إذا كان ماء مطلق، الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء، هذا ماء مطلق. فكل ماء يجوز التوضؤ به ما دام على صفة أنه ماء مطلقا. ولهذا هذه نكرة في سياق النفي، لا يخرج من عنها أي ماء حتى تسلب منه تلك الصفة وهي الإطلاق، فيكون شاهي، يكون مثلا ليمون، يكون ماء ورد، يكون مثلا عصير، يكون مثلا مرق. أخذت هذا الماء وضعت فيه حبات من الباقلاء، حبات من الفول، أو ورق شاهي، فاختلط باختلاط تام فصار شاهي أو حليب، في هذه الحالة ليس ماء مطلقا، فيخرج عن وصف الماء المطلق الذي أمرنا بالوضوء به بماء مطلق باق على أصل خلقته. على أصل خلقته، الماء لما نزل من السماء نزل مثلا في الأودية، في الغدران، في الآبار، طيب في البرك، فهذا باق على أصل خلقته. طيب لو تغير في بقائه في البركة مثلا بالطحالب والخضرة اللي تعلوه أو الأعشاب، نقول باق على أصل خلقته ولا يضر هذا التغير، لأنه كما قال المصنف باق على أصل خلقته، باق على أصل خلقته. وسيأتي ما يتعلق بتغيره وأنهم استثنوا منه بعض أنواع المياه فخرجوا عن القاعدة التي قرروها، لكن هو يقرر المذهب رحمه الله لا بمستعمل، لا بمستعمل قليلا، يعني حال، هذه حال، حال كونه قليلا في طهر، لا مستعمل قليلا، أو يقال مستعمل قليلا على أنه مفعول، لا بمستعمل قليلا أو بمستعمل قليلا حال كونه قليلا. يعني إيش معنى هذا؟ إيش معنى المستعمل القليل؟ إذا قيل هذا ماء مستعمل، هم يقولون الماء القليل أول عندنا ماء مستعمل، وعندنا قليل، وعندنا طهر، ثلاثة شروط: أن يكون الماء ماء مستعمل، وأن يكون استعمال في طهارة، وأن يكون قليلا. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإنه يكون ماء ماذا؟ طاهر ليس بطهور. يجوز التوضؤ به ولا ما يجوز؟ ما يجوز التوضؤ به، لا يجوز التوضؤ به. لماذا؟ لأنه ماء خرج من الطهورية إلى الطاهرية، استحدثوا هذا الوصف وكونه طاهر ليس بطهور. لماذا؟ إنه ماء مستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ أنت عندك إناء، ماء قليل ولا كثير هذا؟ مش حد القليل، حد القليل ما دون القلتين، سيأتينا قدر ما دون القلتين، سيأتي بإذن الله. قليلا هذا ماء قليل دون القلتين، مستعمل أنت استعملته، لكن شرط استعمال أن يكون في طهر، رفعت به حدث، أنت محدث
وتوضأت بهذا الماء، عندك هذا الإناء وعندك إناء آخر تتوضأ ويتقاطر منك ماء في هذا الإناء، من وجهك يتقاطر، أو كنت مثلا أن تتوضأ مثلا في حوض ويتقاطر منك الماء مثلا، أو يغتسل من الجنابة في ماء ويتقاطر منه الماء مثلا، هذا الماء المتقاطر منك هذا ماء مستعمل، ماء مستعمل، هذا الماء لا يجوز أن تتوضأ به لأنه جمع هذه الصفات الثلاث. ما الدليل عليه؟ قالوا لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنوب، نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، وهذا النهي يقتضي أن هذا الماء المنهي عنه أنه مستعمل، وهذا قول ضعيف ولعله يأتي إن شاء الله. وأين هذا وكيف من يجزم ويجرؤ أن يقول هذا مراد النبي؟ لا، بل مراد النبي عليه السلام أو القصد من هذا ما هو أعظم ولعله يأتينا إن شاء الله، وأن خلاصة القول في هذا أن النهي عن الوضوء أو الاغتسال في الماء الدائم هو خشية تقذيره، والنهي عن البول فيه خشية تنجيسه، وهذا كله منهي عنه. ولهذا الصواب أن الماء المستعمل وهو الماء المتقاطر، وكذلك من الماء المستعمل من أدخل يده بعد قيامه من النوم، أنت الآن استيقظت من النوم، من استيقظ من النوم يلزمه أن يغسل يديه ثلاثا قبل يدخلها في الإناء، هل هو واجب كما هو المذهب أو مستحب كما هو قول الجمهور؟ خلاف. فلو أدخلت يدك بنية غسلها في الإناء هذا الصغير، أدخلت يدك بنية غسلها ما غسلتها خارج، أدخلتها في الإناء بنية غسلها، ولو أنك غسلتها خارج، إن غسلتها داخل هذا لا إشكال، لكن لو أدخلتها بنية الغسل واغترفت بنية الغسل فعندهم هذا استعمال، لأنك أدخلت يدك في الإناء والنبي قال لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فهذا الماء عندهم مستعمل. أيضا من المستعمل لو أن عندك ماء قليل في إناء وعندك إناء آخر تتوضأ منه ويتقاطر منك ماء في هذا الإناء الصغير، هذا الإناء الصغير فيه ماء مثلا نحو نصفه، وأنت تقاطر من يدك ماء بقدر هذا الماء، أنت لو صببت على هذا الماء القليل حليب بقدره هل يقلبه ولا يغيره؟ ما غيره يغلب عليه. كذلك إذا كان هذا الماء المتقاطر منك على الماء القليل يغلبه ويغيره فهو ماء مستعمل، فإن كان لا يغيره كما لو صببت مثلا حوات شاهي أو حليب صببت عليه فإنه لا يغيره إلا تغيير لا يكاد يعني يظهر أثره، فهذا يبقى على طهوريته، هذا في التفصيل عندهم، بخلاف ما تقدم من نفس الماء النازل هذا طاهر ليس طهور بمعنى أنه لا يرفع الحدث كما تقدم. والصواب أن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، لا دليل عليه، بل القياس عموم الأدلة والقياس يدل عليه الله عز وجل، فلم تجدوا ماء، وهذا ماء كيف يتيمم وعنده ماء؟ ثم أيضا هذا الماء لاقى بدن طاهر ولا نجس؟ طاهر، لاقى بدنا طاهرا، وما دام لاقى بدنا طاهرا ونزل طاهرا ما هو الشيء الذي غيره؟ إذ الذات لا تنقلب عن أصلها إلا بصفاتها، والذات تتبع الصفات، وما دامت صفات الماء باقية على أصلها لم يتغير شيء من صفاتها فإنه باق على أصله، لا في باب النجاسة ولا في هذا الشيء الذي ذكروه وكونه طاهر، ليس طهور يرفع الأحداث.
قال قليلا في طهر، هذه في طهر يبين أنه لو أنه استعمله يعني في تبرد، إنسان توضأ تبردا نحو ذلك مثلا فإنه لا يؤثر، أو استعمله في أي نظافة فإنه لا يؤثر، يعني غسل بدنه في لم يرفع به حدثا لم فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر يقال في طهر. أو مثلا رفع به بعض رفع به أو غسل به بعض أعضائه، غسل به بعض أعضائه بعض أعضائه لم يكن وضوءا كاملا لم يكن وضوءا كاملا، فهذا أيضا كذلك لا يؤثر. قال استثنى رحمه الله. قد يسأل سائل يقول طيب إذا كان هذا الوضوء إنسان توضأ بهذا الماء القليل، أنت الآن على طهارة لصلاة العصر، حضرت صلاة المغرب وأردت أن تتوضأ على طهارة، إيش حكم الطهارة هذه؟ إيه إيش حكم؟ سنة، وخاصة حين يكون الإنسان يجد شيء من الضعف يتأكد، لأنه الطهارة فيها نشاط فلهذا يتأكد في هذه الحال. فلو أنك أنت وضعت بهذا الماء والماء يتقاطر، إيش حكم هذا الماء؟ هل هو طهور ولا طاهر؟ نعم طهور. نعم المصنف رحمه الله لما أن العلماء اختلفوا حتى في المذهب، منهم من قال إنه طهور يعني يروى الحدث، قال بعضهم لا هو طاهر. لماذا؟ قالوا لأنه توضأ به بوضوء مشروع، وضوء ماذا؟ مشروع ليس تبرد. لو أنه توضأ بنية التبرد هذا الماء طهور، لكن ما دام أنه توضأ وضوء مشروع مطلوب فحكمه حكم الوضوء الذي رفع الحدث، ولهذا قال ولو مسنون، هذا كأنه يعني عطف على قوله مستعمل، ويحتمل أيضا أنه لو قال ولو مسنونا لأن لو بعدها يعني وبعد إن ولو غالبا حذف الخبر، نعم شو قال ويحذفونها غالبا ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وبعد إن ولو ويحذفونها يعني كان ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، مثل قول النبي عليه السلام التمس ولو خاتما ملحش، معنى ولو خاتما ولو كان الملتمس، وحذف كان واسماء وبقي الخبر. هنا يمكن يقول ولو كان الوضوء مسنونا، ولو كان الوضوء مسنونا يعني أنه يكون طاهرا ليس طهورا ليس طهورا. لكن إذا كان إذا رفع الحدث طاهر على الصحيح، فإذا كان الوضوء مسنون إيش يكون؟ إيش يكون؟ إذا كان إنسان لو توضأ بماء ورفع به الحدث وتساقط هذا الماء، قلنا هذا الماء طهور على الصحيح. فإذا كان إنسان توضأ بماء تجديد لا رفع حدث، إيش يكون حكمه؟ طهور ولا طاهر؟ ها؟ من باب أولى. نعم هذا اللي يريد. نعم أريد أن تقول من باب أولى، من باب أولى، من باب أولى أنه ماذا؟ طهور. طيب قوله ولو، لماذا قال ولو؟ هل لهم عندها هل لهم اصطلاح في نعم هم نعم لو هذه يقولون إشارة إلى الخلاف المذهب، هو وقع بينهم نزاع، هي قد تقع أحيانا إشارة إلى الخلاف وأحيانا إشارة إلى معاني أخرى ليست خاصة بالإشارة إلى الخلاف، لا قد تكون إشارة أيضا إلى معاني أخرى مثلا غير الخلاف مثلا، لكن هنا إشارة إلى الخلاف يعني في المذهب. قال نعم ولا بمتغير بمخالط، ولا بمتغير بمخالط. ما المراد بالمتغير هنا؟ شو المراد؟ الماء الماء ها؟ نعم هنا قال ولا بمتغير، يعني هو يرجع كلامه لماذا؟ بالماء ها؟ يعني ولأنه قال لا تصح، هو عطف على قوله ولا تصح، قال لا تصح إلا بماء ها،
ثم قال ولا ثم قال لا بمستعمل ولا بمتغير. كل هذه جمل كل جملة فيها حكم، كل جملة فيها حكم، يعني ولا تصح الطهارة بماء متغير، لكن متغير هو قال لون ولا أطلق؟ أطلق، قد يكون متغير اللون أو الطعم أو الرائحة. أحسنتم أحسنتم، نعم. قال ولا بمتغير، ما قال طيب وأطلق التغير، هو ما قال متغير كثير، قال متغير. ظهر عبارته أنه لو تغير تغيرا يسيرا طعما أو لونا أو رائحة، لكنه بمخالط بمخالط. طيب شرط شروطه في الحقيقة، أولا يكون متغير، الشرط الثاني يكون المتغير مخالط، الشرط الثالث يكون يمكن صونه عنه. كم شرط؟ ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. أن يكون متغير، إذن لو خالط الماء مثلا زعفران أو سقطت حبات ورق شاهي مثلا أو مثل ماذا؟ جيبوا أمثلة. حنة ما أحسنت، مثلا سقط فيه لكن ما تغير، ما تغير، ايش حكمه؟ طهور ولا طاهر؟ تريد طهور يعني، يعني هم يفرقون، يعني تريد أنه يجوز يتوضأ به. طيب إذا كان ما تغير، طيب ولا بمتغير، طيب هذا الشرط أن يكون متغير. طيب إذا كان عندنا مثلا سقط في يعني عندك ماء وعلاه طبقة زيت، علاه صار أعلاه طبقة زيت، وش حكمه؟ طهور ولا طاهر؟ طيب عندك ماء سقط فيه كسر خشب، عندك ماء أحيانا تجد مياه كثيرة فيها قطع خشب، طهور. طيب متغير، طيب يمكن متغير، طيب إذن يأتينا الشرط مخالط، خليط ماذا؟ غير زين، هذه اصطلاحات يستفيد منها الفقهاء إذن ما شاء الله. طيب يعني هذا المخالط هم يقولون لا يمازج، لا يمازج، لا يمازج. إذن لو كان تغير لكن هذا التغير لا يمازج لا يؤثر، عندك قطع كافور كسرة كافور مثلا في الغالب يعني يخالط لكن لا يغيره. طيب بمخالط لا بمتغير، أن يكون تغير وأن يكون مخالطا. الشيء الثاني يمكن صونه عنه، يمكن أن نصونه. طيب عندنا ماء، لو عندك ماء مثلا أنت ماء وسقط فيه أوراق أشجار، أوراق أشجار ذابت فيه مثلا، أوراق أشجار ذابت فيه، أو أنت مثلا وضعت فيه شاهي فتأثر مثلا، أو زعفران أنت وضعته فيه مثلا، عندهم يكون ماذا؟ طاهر، لأنه متغير، متغير بشيء يمكن صونه عنه. لكن عندك مثلا برك، مثلا عندك حوض، حوض ماء وفوقه شجرة من الكروم من العنب، شجرة من العنب مثلا، ومعلوم أنها تعرج حوله، هل يمكن صيانة هذه البركة أو هذا الحوض عن هذه الأوراق أو لا يمكن صيانتها؟ ما يمكن صيانتها، تساقطت فغيرت طعمه ولونه ورائحته، وش يكون حكمه؟ طهور ولا طاهر؟ يجوز التوضؤ ولا ما يجوز؟ طيب هو متغير ومخالط، وش فات من الشروط؟ لا يمكن صون ما عنه. نعم وش عندك؟ يعني لا يمكن صون الماء عنه، يعني لا يمكن صونه إلا بمشقة،
فالشيء الذي لا يمكن صونه إلا مشقة هذا يقولون يجوز التوضؤ به. يعني الحقيقة أنت لو إذا تأملت هذه الشروط التي ذكروها، هل هي من عند الشارع؟ هل شرطها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قالها؟ ولهذا تجد أنهم لما قالوا إنه يشترط أن يكون الماء باقٍ على أصل خلقته، باقٍ على أصل خلقته وألا يتغير، شرطوا أن يكون إذا كان الذي تغير تغير بشيء لا يمكن صون الماء عنه، قالوا إنه يجوز التوضؤ به وفاقا. قيل لهم طيب هذا داخل في الشروط، متغير بمخالط، قالوا لكن عندنا شرط ثالث نخرج، ما يمكن أن تضيقوا علينا، هو صحيح متغير ومخالط لكن نستطيع أن نخرج من هذه الحجة، ما خروجكم؟ قالوا نقول لا يمكن صون الماء عنه، خرجنا منها. نقول حسن، لكن هذا الشرط هل هو من عند الله سبحانه وتعالى؟ هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم شرطتموه؟ قالوا نحن شرطناه بمقتضى أنه ليس ماء مطلقا. من قال لكم أن هذا ليس ماء مطلق؟ هل اكتفيتم بهذا؟ قالوا إذا كان المتغير أيضا، لو كان الماء المتغير سقط فيه شيء يغيره، مثل الدهن سقط فيه دهن، الدهن يغير رائحة مثلا، الكافور يغير، الخشب يغير، طيب ايش حكمه؟ قالوا طهور. طيب هذا خالطه، هذا يعني غيره، قالوا لكن لم يخالطه، لم يذب فيه. الدهن قالوا كذلك، الدهن يعلو فوقه. الكافور قالوا الكافور أيضا لا يخالطه، مجرد رائحة تسري فيه غير مخالطة، إنما تنبعث وتنبع من هذا الجرم من نفس كسرة الكسرة هذه، وإلا هو في الحقيقة ليس مخالطا له، ولهذا قالوا بمخالط. هذا القسم الثالث الذي قالوه اختلفوا فيه، منهم من قال إنه طاهر، يعني الذي يغيره بغير مخالطة، منهم من قال إنه طاهر وليس طهور، منهم من قال إنه طهور وليس طاهر، اختلفوا فيه. وكما قال سبحانه لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. طيب قيل لهم يعني ماء البحر، قالوا ماء البحر نجيب عنه، ماذا؟ لا ملح ماء، أنتم قلتم إن الماء لو وقع في ملح، ملح معدني، أنت أخذت ملح معدني وضعته في ماء وش يتغير؟ طعمه وربما لونه، ها؟ يتغير تغير واضح، طعمه يتغير، وش حكمه عندهم؟ لا يجوز التطهر به، طاهر، لأنه ماذا؟ ليس باقيا على أصله. طيب قلنا لكم ماء البحر أشد ملوحة، ها؟ ماء البحر هم يقولون ماء البحر يجوز، ما أحد ينازع فيه، نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في خلاف قديم لكن صواب قول عامة العلم من يحكي يجمع ماء البحر. قيل لهم طيب ماء البحر ملوحته شديدة ومع ذلك الطهارة به جائزة وتمنعون ماء بالملح الآخر، قالوا نعم ماء البحر هذا ملح مائي والملح هذا ملح معدني، ولهذا قلنا لا ملح ماء، لو يعني جزر البحر وبقي الملح، ها، ترسب الملح على ظهر الأرض، فأخذت هذا الملح من البحر ووضعته في ماء، وش يصير حكمه؟ طهور ولا طاهر؟ طهور. طيب أخذت من الملح المعدني، ها، وضعته في إناء، وش حكمه؟ ها، طاهر. الماءان طعمهما واحد، لونهما واحد. طيب قياسا
ونظرا وعقلا متماثلان، والمتماثلان حكمهما واحد. لماذا فرقتم بين هذا وهذا؟ إذا لما وجدوا أمرا لا بد من الخروج منه وأنه لا خلاف في ماء البحر، قالوا الملح المعدني هو الذي لا يجوز الوضوء بما خالطه. وهذا في الحقيقة يضعف القول ويبطله، إذ هذا في عموم الاسم يعني شمول الماء لمسماه وإطلاق الماء في مسمى اللغة، لا فرق بين ماء البحر والماء الذي كان فيه ملح معدني وكذلك سائر المياه. وجاءت الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، بماء وسدر، والسدر إذا خلط الماء يغيره يغيره. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيحين حديث ابن عباس، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، اغسلنها بماء وسدر في كل غسلة، هذا ماء غسل واجب. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا أمر ذاك أن يغتسل، أن يغتسل بماء وسدر إلى غيره. وفي حديث أم هانة وحديث جيد عند النسائي من أكثر من طريق، قالت توضأت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر العجين. ومعلوم أن العجين إذا لان وطالت مدته فإنه يبقى أثره، والماء يتأثر به ويبقى أبيض، خاصة في مثل الإناء وله رائحة تغير اللون. فعموم الأدلة وإطلاق الأدلة مع خصوص الأدلة الدالة على ذلك واضحة في أن الماء المطلق هو كل ماء على وجه الأرض نزل من السماء في الآبار في الأنهار في البحار في العيون في البراك في القدور باق على أصله حتى ينتقل إلى حاله ينقلب إليها، إما بطبخه فيه أو غلبة أجزائه عليه. أنت طبخت حبات من الفول أو حبات من الباقي الله في ماء، شو يصير؟ يصير مرق طعام آخر. طبخت أوراق شاهي في ماء صار شاهي، وضعت أوراق شاهي في ماء فغلبت عليه وتغير لونه صار شاهي. لكن ما دام التغير ما دام التغير لم يغنيه فلا يضر. طيب، هل هناك فرق بين التغير بصفة أو صفتين أو ثلاث صفات أو كله لا بأس به؟ يعني مثلا عندنا ماء، عندنا ماء تغير لونه وطعمه ورائحته لكن وصف الماء باقي، وش حكمه؟ هل هو ماء طهور؟ تغير صفات الثلاث كلها، هل هو ماء طهور على القول الصحيح أو طاهر؟ طهور ولو تغيرت صفات الثلاث، يعني سواء كان بصفة أو صفتين أو ثلاث. يعني مثلا الماء لو وضع في إناء مثلا فيه أثر إما عصير مثلا أو عجين يتغير لونه يسيرا ويتغير طعمه يتغير رائحته، لكن الغالب ماذا؟ الوصف باقي للماء. هذا ما تغير لونه وطعمه ورائحته يجوز التوضؤ به، والعجين يكون له رائحة وغير الماء يغير لونه وغير طعمه وغير رائحته، لكن هذا كله لا يؤثر. أنت ترى الماء مثلا في الغدران في البرية، والماء حينما يكون في البرك تعلوه الخضرة، ها؟ يكون طعمه متغير ليس كذلك؟ ولونه ورائحته متغيرة باق على أصله، وهذا هو الصواب وهو الذي يسير على يسر الشريعة. لكنهم رحمة الله عليهم لما أنهم رأوا أن هذا القول تخالف أدلة الصريحة ما استطاعوا أن يطردوه وأن يقولوا في كل صورة. ثم نفهم أن من علامة القول الضعيف أنه لا يطرد، ما يطرد، ايش معنى يطرد؟ يعني ما يأتي في كل الصور، لابد أن تخصص صورة من الصور
منه. ما دام التخصيص هنا بغير دليل، أن تقول قول ثم تجريه على صور من المسائل وصور تخرجها، إما يعني أخرج الجميع لأن ما عندك دليل في هذه المسألة، وإن اضطر أن يخرج بعض الصور، والصور التي لم يخرجها حكمها مثل حكم الصور التي أخرجها. ولهذا قال لا ملحماء وتراب. شوف وتراب، أنت الآن لو وضعت التراب، أخذت ماء وضعته في تراب، أخذت تراب وضعته في ماء، تراب كثير، التراب هذا ماذا يغير؟ يصير لون الماء ماذا؟ أحمر، ها؟ طعمه يتغير. التراب له رائحة ولا ما له رائحة؟ له رائحة. طيب رائحته تتغير جميع الصفات، صفات ايش حكمه؟ هل يستطيعون أن يقولوا إنه طاهر؟ ما يستطيعون، ما يستطيعون. مياه الغدران هذه طاهرة بلا خلاف. الماء، ماء السيل، السيل إذا أتاك يجر التراب يكون أحمر، إذا توضأ الإنسان منه وضوء طاهر صحيح بالإجماع، بالإجماع. متغير اللون والطعم والرائحة، تغير ظاهر. قالوا سهل، الأمر سهل، لا يمكن طيان. نقول لا تراب، لا تراب، وانت نخصصه. طيب نقول لو كان هذا التخصيص يعني على قول صحيح قلنا العين والرأس، لكن تخصيصكم هذا أنتم بغير دليل تقول لا تراب، أنتم متبعون لا متبعون. حينما تكلم العالم فإنه يتكلم بمقتضى الدليل، فإذا قيد بغير دليل، خصص بغير دليل، يقال في هذه الحالة هذا القول لا يقبل إلا بشاهده. قل هاتوا برهانكم على هذا، كل من راد مرضي الله صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. الماء، الماء الراكد، نعم الماء الراكد له أحكام، الماء الراكد له أحكام. الماء الراكد لا يجوز البول فيه ولا يجوز الاغتسال فيه، يعني وهذا المراد المياه التي تكون محل استعمال الناس، لا يراد بها المياه المستبحرة، إنما مياه الغدران مثلا التي تكون في الطرقات يمرها الناس في البرية، ينزلون عندها نزولا عارضا ومستقرا، فيحتاجون إلى الماء في شفاههم، لشربهم، في طبخهم، في وضوئهم إلى غير ذلك. هذه المياه لا يجوز الوضوء، لا يجوز تقذيرها، من باب أولى تنجيسها. كذلك المياه التي تكون في البرك مثلا، تكون في البلد يعني هناك مياه، أو في المسابح التي تكون مثلا في الاستراحات ونحو ذلك تكون مياه. فهذه المياه حين خاصة إذا كانت عامة، إذا كانت خاصة أمرها سهل، لكن في المياه العامة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل مع أن الجنب بدنه طاهر، لكن لو قيل لك إن هذا الماء يغتسل فيه الجنب، النفس ماذا؟ تجد عيافة وتتقزز، فلا تقبل مثل هذا الماء الذي يغتسل فيه من الجنابة. فإذا قيل إنه يبال فيه من باب أولى، وإن لم يتنجس، وإن هذا لم يتنجس، وخلافا لمن قال إذا كان دون القلتين أو كان يعني أقل من 10 أذرع، أقوال ضعيفة لا دليل عليها، وتحديد لم يأتي به نص، صواب النص على إطلاقه. والعلة ليست كما ذكروا أنه يجعله مستعملا، العلة صيانة الماء والحفاظ على الماء، والشارع جاء في الأمور العامة بصيانتها والحفظ عليها، في المجالس ومقاعد الناس، مجالس الناس نهى عن البول فيها، نهى عن البول فيها وقضاء الحاجة عليها، لأن مواضع جلوس الناس فيحرم الناس ويؤذيهم. فإذا كان هذا موضع الجلوس فكيف في الأماكن أو في الموارد التي هي الغدران والبرك ونحو ذلك التي هي موضع لشرب الناس في شفاههم والوضوء والطهر ونحو ذلك؟ من باب أولى أنه لا يجوز ذلك، فما كان سببا في تقذر المياه فلا يجوز الوقوع فيه بالاغتسال فيه، من باب أولى التقذير البول، لأن
الاغتسال فيها يفضي إلى تقذيرها مباشرة، والبول فيها يفضي إلى تقذيرها أولا ثم يفضي إلى تنجيسها بتتابع الأبوال، وهذا من رحمة وحكمة الشارع عليه الصلاة والسلام. نعم، مشمس صحيح أنه لا بأس به، أما ما ورد أنه نهاها قال لا تفعل يا حميرة فإنه يورث البرص، حديث لا يصح، حديث لا يصح. الصواب أنه لا بأس بالماء المشمس، بعضهم كره ولا كراهة فيه، لا من جهة الشرع، وكذلك لم يثبت من جهة الطب شيء من هذا على ما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم، كيف؟ نعم، مادة، نعم، ويسأل عن مادة الكلور، ها؟ هذه لا بأس بها، هذه تعقيم، هذه تعقيم وتطهير للمياه، هذه لا تؤثر، وفي الغالب أن الشيء يسير حينما يوضع مثلا هذه المواد فيرش بها مثلا البركة، هذه تعقيم له، فهذه لا، فالماء باقي على جريانه وحدته في مشيه وسيره وجريانه، وباقي أيضا على صفات الأخرى، فلا يؤثر، ولو وقع شيء من التغير راح هذا لا يضر لما تقدم من بقاه على صفاته. سيأتينا إن شاء الله حجم القلتين، سيأتينا الآن إن شاء الله. نعم، أرفع الصوت. مياه ماذا؟ بول البهائم، عفى الله عنك، بول البهائم هل يؤثر؟ إيه، لا يؤثر بول البهائم إذا كانت مأكولة اللحم، لا يؤثر، فبول مأكول اللحم مطلقا من الإبل والبقر والغنم والطيور والصيود، كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، بوله وروثه طاهر، والإبل كذلك، ما بالك ما يصلى فيها، لكن هي طاهرة، هي طاهرة لكن لا يصلى فيها، لا يصلى فيها ليس لعلة النجاسة، إنما كما أخبر عليه الصلاة والسلام يعني من جهة أنها ربما تنفر عن صاحبها، تنفر فلهذا تشوش على الإنسان، فلا يصلى في مباركها أو معاطنها، والمعاطن عند كثير من المراد بها المعاطن التي تبيت فيها وتبقى فيها، يهي وهي مباركها للبيتوتة، أما معاطنها في السفر هذه موضع خلاف، معاطنها في السفر حال المرور، يعني إنسان معها الإبل مثلا ومر في طريقه بمورد ماء ثم أوردها الماء ثم عطنت، لأنها في الغالب بعد ذلك تبول، وهل يأخذ حكم سائر المعاطن؟ بعض العلم قال إن المعاطن التي أخبر النبي عنها هي المعاطن التي هي المراح تنام فيها، المراح لا المعاطن العارضة، وقد حرر البحث في هذا الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري رحمه الله. نعم، صلى الله عليك. قال رحمه الله: وينجس بملاقات نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير، والقليل بالإضافة فقط. نعم، المصنف رحمه الله لما ذكر الماء المطلق واستثنى منه ما استثنى، ذكر الماء النجس أو متى ينجس الماء، قال وينجس أي الماء المتقدم، لأن يعني ذكر رحمه الله أنه يكون طاهرا أو طهورا ويكون طاهرا، ثم ذكر النجس، هذا القسم الثالث، وتقدم أن الصواب أنه ليس هناك إلا قسم واحد وأنه طهور، وأن القسم الثاني ذكره طاهر أنه لا دليل عليه، لكن هذا قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، فذكر على المذهب القسم الثالث وهو الماء النجس. ما هو الماء النجس؟ قال وينجس بملاقات نجس، بملاقات نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي. إذن الماء النجس عندهم نوعان أو قسمان: ماء دون القلتين وماء بلغ القلتين. ما كان قلتان فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير،
ما هما القلتان؟ القلتان يقول 500 رطل بغدادي، والرطل البغدادي 90 مثقالا، 90 مثقال. المثقال كم غرام؟ المثقال كم غرام؟ كم المثقال؟ المثقال الإسلامي كم؟ أو المثقال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة، وكذلك الدرهم. الرطل 90 مثقالا، المثقال 4 غرامات وربع غرام. على هذا كم يكون الرطل من غرام؟ الرطل 90 غرام، 90 مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. كم يكون قدر الرطل؟ 90 في كم؟ 300 كم؟ 9 في كم؟ 90 في كم؟ 4 وربع. 90 في 4 وربع كم مجموع؟ كم من نتيجة الضرب؟ كم؟ 4. 90 في 4 كم؟ 90 و90 180، و90 و90 180 كم؟ ماشي اتفقتما نص. طيب 382 غرام ونصف غرام، نصف غرام. طيب أما نجبر الكسر وإلا نحذر، إما نقول 82 أو 83، الأمر سهل لأن كله تقريبي. على هذا نقول 300 وكم؟ 82 مثلا. طيب في 500، أضربها في 500 وكم؟ 191 ألف مليمتر، يعني كم غرام؟ كم؟ إيه. طيب كم تكون القلة على القلتين بالجرام؟ إيه. 190 كيلو، أحسنت، 191 كيلو. اللتر كم؟ اللتر يعادل كيلو، هو اللتر يعادل كيلو، كيلو. على هذا يعني يكون 191 لتر، يكون 191 لتر. ممكن تحذف الكسر فتقول 190، يكون يعني قدر القلتين 190 لتر. اي نعم لتر، يعني 190 لتر، هذه قدر القلتين. والقلة النصف، النصف. هم يقولون إذا كان الماء مثلا 190 على هذا التقديم، مثلا 190 لتر مثلا، لو جبرت قلت 200 مثلا، لأن كل التقريب ليس تحديد، كل التقريب ليس تحديد، فوقعت نجاسة في هذا الماء إذا بلغ قلتين، هل ينجس أو لا ينجس؟ إذا بلغ قلتين ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس إلا إذا تغير، ما ينجس إلا إذا تغير. طيب إذا كان عندك 150 لتر، 150 لتر ووقع فيها نجاسة على رجل الذباب، لا تكاد ترى، مر ذباب يحمل نجاسة بهالماء ومر على ظهر هذا الماء، مسح رجله الذباب، رجلها لا تكاد ترى والنجاسة في رجل الذباب، ومر على هذا الماء مستعد ماشي طائر، ايش حكم النجاسة وحكم الماء؟ ينجس، ينجس. طيب قلنا ما تغير، قال ما يشترط التغير، نحن نقول ينجس بالملاقات. ولهذا عبارة المصنف رحمه الله الملاقات هنا غير عبارة المعتادة عندهم، كان يعني هو كان تعبير الملاقات لما دون القلتين، والنجاسة بالتغير لو عبر بهذا على تعبيره، هذا عبارة معروفة، يعبرون بالملاقات لما كان دون القلتين، لأن الملاقات ما يشترط فيها التغير، يقول لاقى النجاسة، يقول طيب ينجس؟ قال نعم، قلنا ما تغير، قلنا احنا ما قلنا يتغير، يقول لاقى النجاسة، ما نشترط التغير، مجرد المخالطة الملاقات تكفي، نجس. ما الدليل عليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين، ايش قال؟
لم يحمل الخبث عند في لفظ النبي لم ينجس. طيب شو الدليل من؟ طيب إذا بلغ المقولة لم ينجس. قالوا الدليل مفهوم المخالفة، أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث. إذا بلغ المقولة لم يشمل لم يحمل، يعني أنه يدفع النجاسة لكثرته. ماذا يدفع النجاسة؟ تقول فلان لا يحمل الضيم، أنه إنسان عنده يعني يأبى الضيم، يأبى الذلة، يرده ولا يحمله ولا يتلبس بالضيم لقوته وشجاعته وكرامته ونحو ذلك. فكذلك قوله لم يح إذا بلغ قلت لا يحمل خبث، مفهومه إذا كان أقل من قلتين أنه ماذا؟ يحمل الخبث. قالوا يحمل الخبث، كون يحمل هذا مجرد ملاقات، ملاقات. قلنا النبي قال في اللفظ الآخر لم ينجس، فالمفهوم أنه إذا كانت قل دون قلتين أنه قد ينجس، قد لا. النبي ما قال ينجس، لكن قد ينجس وقد لا ينجس. هذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، منهم من ضعفه مطلق، ومنهم من حكم بوقفه على ابن عمر، ومنهم من قبله وقال إنه موافق للأخبار الصحيحة وأنه لا يدل على خلافه. نقول يعني هم يقولون أنه لا فرق بين الماء الذي فوق القلتين، لا فرق بين الماء الذي بلغ قلتين ولا الماء الذي ماذا دون القلتين. واحد، كل ماء لم يتغير بنجاسة وقعت فيه فهو طاهر. عندك ماء مثلا في قدر أو في إناء، هم قدروا قلتان، قدروها بتقدير، كم قدروها؟ قدروها مثلا عندك مثلا أنت يعني عملت مثلا خزان صغير طوله ربع ذراع وربع، يعني ذراع وربع، يعني كان ذراع ونحو شبر مثلا، ذراع وربع كم يأتي من سنتي؟ الرجل المعتدل كم سنتي؟ 60-70، ها مثلا 70 سنتي، نقول تقريب كله. يعني لو عملت مثلا إناء عمقه 70، عمقه وعرضه 70 وطوله 70، 70 في 70 في 70، هذا هو قدر القلتين. طيب لو كان عندك إناء آخر 60 في 60 في 60، هذا أقل من قلتين، أو 50 في 50 في 50، هذا الإناء أو هذا المصنوع من النحاس نحو ذلك وقعت فيه نجاسة يسيرة، نقطة يسيرة مثلا، ولم يتأثر، يقولون هو نجس بالملاقات. نقول الماء طهور لا ينجس، والله عز وجل أنزل الماء طهورا، والأصل في المياه الطهارة، والأحاديث كثيرة في هذا الباب كثيرة، من حديث أبي سعيد وابن عباس وغيره في أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. طيب هذا الحديث ماذا نصنع؟ نقول هذا الحديث دلالته بالمفهوم، وعلماء الأصول يقولون المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. أنتم لا تعمموا الماء الذي دون القلة تقول ينجس مطلقا في كل حال، نقول لا، عليكم أن تعملوا النصوص. فهذا الحديث صح، فإنه يفهم منه أن الماء الذي دون القلتين ماء ضعيف قليل، قد يتأثر بالنجاسة لقلته، وقد لا يتأثر، قد يتغير وقد لا يتغير. فإذا عندك كان عندك ماء قليل مثلا، ماء قليل وقعت فيه نجاسة يسيرة، فأنت لا تقدم على الوضوء به واستعماله حتى تنظر وتتأمل، تنظر وتتأمل. فإذا نظرت وتأملت في هذا الماء فوجدته متغير بالنجاسة بأي نوع من أنواع التغير فتجتنبه، وجدته لم يتغير فهو طهور لك أن تستعمله. وهذا هو القدر المستفاد من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا تكون عملت بالمفهوم في هذه الصورة، وعملك بالمفهوم مفهوم خالف في صورة واحدة يكفي في العمل به. لا تعمم العمل في كل الصور سواء تغير ولم يتغير، لا،
انظر هل تغير فهو نجس، لم يتغير فهو طاهر. ثم الأحاديث الصريحة الواضحة دلت على الطهورية، وهذا دل بالمفهوم، ولا يمكن أن يرد المنطوق الصريح الذي لم يفرق النبي عليه السلام فيه بين الماء القليل والكثير بهذا المفهوم المحتمل لفظا، يعني لفظه وإسناده، لأن إسناده فيه كلام عند أهل العلم. يعني هذا هو أحسن ما قيل في هذا القول في هذا الحديث، وهو ما قرره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أثناء شرح للبلوغ، وأن قال هذا هو القدر الذي يستفاد من هذا الحديث، وأن ينبغي الإنسان لا يتأنى، أي أن ينبغي الإنسان يتأنى ولا يستعجل وينظر في هذا الماء فلا يقدم ويهجم مباشرة، بل إن رآه تغير من نجاسة في هذه الحالة يريقه ولا يستعمله، أو أنه يضيف إليه كما سيأتينا يطهره لأن الماء يطهر، لأن نجاسة الماء كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله غيره نجاسته حكمية ليست عينية، فهو يمكن أن تزول النجاسة، يعني بتزول النجاسة بالإضافة إليه، بإضافة ماء إليه. بل النجاسة العينية أحيانا ربما تكون تتحول طهارة، حتى النجاسة العينية أيضا على الصحيح ربما يكون، يعني القاعدة في جميع النجاسات حتى العينية يمكن أن تكون طهارة أو طاهر على الصحيح، لو كان مكان مثلا في عذرة، محل العذرة مع طول المدة والهواء والريح تحول إلى تراب، صار تراب، صارت أرضا طاهرة طيب يجوز الصلاة عليها والتيمم بها. لو كان عندك ميتة مثلا، أنت عندك ميتة ووقعت في أرض ملح، فمع طول المدة انقلبت هذه الميتة ماذا إلى انقلبت إلى ملح أو انقلبت إلى تراب مثلا، يكون هذه اللي كانت ميتة كانت حرام، الآن ملح طيب، طعام طيب استعمل، وهكذا. والعلماء عندهم قاعدة يقولون الذات تتبع الصفات، الذات تتبع ماذا؟ الصفات. فإن كانت الصفات طيبة فالذات طيبة أبدا، هذا هو يعني القياس الصحيح والمعنى الصحيح. فإذا كانت صفات هذه العين ريحها طيب، لونها كذلك خالي من نجاسة، طعمها خالي من نجاسة، فهي عين طيبة. يدل عليه كما سيأتينا إن شاء الله أن الخمر إذا تخللت بنفسها مش تكون؟ صارت خل، تكون طعاما طيبا من أحسن الطعام، خل. ورد في أثر لا يصح خير خلكم خل خمركم، طبعا هو لا شك أن خله يعني حينما يتخلل يكون خلا طيبا، لكن بشرط أن لا يقصد، أن لا يخلله فعلا أو قصدا، لا يخلل لا فعلا ولا قصدا ولا نقلا، يعني بثلاثة أمور: لا تخلل الخمر لا فعلا بأن يوضع فيها شيء، ولا نقلا بأن تنقل مثلا من الظل إلى الشمس أو من الشمس ظل، ولا قصدا بأن تترك، يعلم أنها خمر لكن تركها وقصد أن تتخلل. لكن الخمر التي تخللت بنفسها بدون علمك، هناك خمر تخللت، أنت ما يعني عندك إنسان عنده عنب مثلا، ربما يكون عنده عنب ونسيه، هذا العنب مع طول مدة فسد وقذف بالزبد تحول إلى خمر، ثم بعدين تحول إلى خل، جئته يمكن عنده إنسان هذا العنب الفاسد أراد أن يرميه، يريد أن يرميه نسيه فوجده خلا طيبا، وش حكمه؟ نعم، خل طيب، طعام طيب. شوف أثر النية، النية أثرها عظيم، بمجرد نيته تحول هذا الخمر إلى خل طيب. هذا شاهد ما تقدم أن الأعيان تتبع الأوصاف، الأعيان تتبع الأوصاف، الأوصاف الطيبة تكون ذواتها طيبة. وهذا أيضا سيأتينا أيضا في باب إزالة النجاسة في كلام مصنف إن شاء الله. قال رحمه الله: نعم، وينجس بملاقاة نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي كما تقدم، ويطهر الكثير. المصنف رحمه الله أيضا يقول إذا كان الماء نجس فلا تستعجل برميه، الماء يمكن يستفاد منه،
قد يكون هذا الماء النجس يحتاج إليه، يكون الماء قليل وهناك ناس يحتاجون إلى الوضوء وعندك ماء نجس لكن عندك ماء طاهر. فإذا كان الإنسان عنده شيء من العلم والفقه، عنده علم ويقول هذا عندنا ماء الآن لا يكفي للوضوء ولا يكفي للطعام ولا الشراب، ماذا نصنع؟ إذا كان عندكم ماء نجس كثير لا تستعجلوا بإراقته، بل عليك أن تطهره إن أمكن. ولقد ويطهر الكثير، عندك ماء نجس كثير، الكثير ما هو؟ ما هو الكثير مراد عبارتهم؟ ها؟ فوق اشترط فوقه؟ هل اشترط فوق؟ احذف فوق، قلتان فأكثر، لا تقول كل قلتان فما فوق أحسن، ما خال نترك فوق، قلتان فما فوق، قلتان فما فوق، لا يقال فوق قلتان، قلتان فما فوق لا بأس. فإذا كان الماء بلغ قلتين في هذه الحالة فهو كثير، فهو كثير ويطهر الكثير. هذا على المذهب، وعلى قول الجمهور أيضا، إما بزواله بنفسه، أنت عندك ماء بلغ قلتين ونجس متغير النجاسة، تركته مدة ثم مع الأيام مع مرور الريح والهواء وجدته قد تغير وانقلب وصار ماء طاهرا، صار ماء طاهرا. نعم، هذا يقول إنها راح بين أذان الإقامة، نحن سوف ننتهي عند الأذان إن شاء الله، يعني سوف ننتهي عند الأذان ونستأنف إن شاء الله بعد الصلاة، بين أذان الإقامة ليس فيه شيء، نعم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، صلاة المغرب إلى أذان العشاء بإذن الله.